اتفرجت على مباراة المنتخب الأولمبي أحمد جاب فيها هدف طبعًا. الفوز. أنا كنت قاعد لوحدي. نعم؟ قاعد لوحدي في الأوضة كده لوحدي. في البيت. المدام عندي كانت في عند مامتها. وأعتقد وهي قاصد يعني توديها عند مامتها؟ لا 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 أنا لا هي ظروف. ظروف. يعني اليوم ده جاب ظروف. فأنا وماتش الزمالك برضو كنت قاعد في ماتشات بتبقى هما مثلًا أنا بحب أتفرج على ماتشات في البيت يعني. فأنا قاعد قبل ما الهدف يجي. ولا كان في دماغ احمد كان يبقى له دور يعني في الهدف بس وشكل البطوله راح لمنتخب مصر عارف زي بوركينا فاسو كده عندنا لما لعبنا امم افريقيه في بطولات بتبقى راحه بطوله مصر المنتخب الاولمبي راح لمنتخب مصر اللي انت تيجي في ماتش غانا يجيبوا جون وانت تتعادل ويرجع هم يجيبوا جون وانت تتعادل وفي الاخر تكسب الاتجاه راح لمصر فطبعا احنا بنبارك طبعا لكابتن شوقي غريب والجهاز كله وكابتن معتمد وكابتن شوقي والرياض واسامه كلهم والجهاز الطب حاجه وزير الشباب ورئيس الجمهوريه حاجات بصراحه احنا بنسعد بيها كمصريين ونبني يبقى في هذا الحدث برضو بالنسبه لي حاجه كويسه جدا وحاجه كبيره جدا بالنسبه لي وحاجه بتبقى مفخره يعني ليا انا كاسر فما جاب الجول مش عايز اقول لك مش فارقه معايا يا احمد الجون جاي في توقيت برضو توقيت كويس زي ما هو برضو في الماتش النهائي وفي النهائي برضو اللي هو ينزل يعمل الكره كده ويشوطها ورمضان يجيبها برضو في توفيق من ربنا سبحانه وتعالى ليه هو انا حتى ببقى اقول له انت اكيد وانت قاعد بره انت مركز في المباراه ليه انت ممكن تنزل دقيقه واحده تغير شكل المباراه وده اللي حصل الشكل كله يتغير طبيعي ده اكيد من الجهاز الفني اللي بقى له دور مع التوفيق مع اللاعب اللي بينزل وكل التغييرات اللي اتعملت مع منتخب مصر بالنسبه في الوقت ده كانت كلها تغييرات ايجابيه جدا كلها واللاعيبه اللي بينزل الميزه كمان في المنتخب الاولمبي الاداء كله اللي بيلعب تحس الروح كلها روح كويسه وكمان الكابتن شوقي غريب عمل حاجه كويسه قوي انا رحتها عمل يوم قبل تقريبا مش عارف قبل البطوله ولا في نص البطوله لا تقريبا في قبل البطوله خلى الاسر تروح تزور اللعيبه في المعسكر حتى انا رحت قعدت معاهم فكانت برضو لفته كويسه حاجه كويسه على الجيل ده ممكن انت تزهق لعيب كوره ما شافش اخواته ما شافش باباه ما شافته مامته فتره طويله برضو هو شال طبعا. الملل ده طبعا. فكانت برضو الحمد لله كانت يعني الشواهد كلها راحه لمنتخب مصر وده الحمد لله ان شاء الله هم يكملوها ان شاء الله يعملوا ده انا بعتبرها ده نقطة من النقط اللي هي ماشيين فيها يعني انت وصلت الاولمبياد ما بعد الوصول بقى الاولمبياد الفترة اللي جاية بقى بعد الوصول احنا وصلنا اولمبياد برشلونة بس رحنا ما كانتش نتائج في صالحنا ما سمعتش كويس فانت خلي بالك بس الجيل ده اعتقد هيبقى له دور كبير قوي في الاولمبياد طيب نرجع تاني يا كابتن لسنوات المجد اعتقد